كثير يا أخي، يعني القصة دي بتمر عليك كثير، يعني في التجارة دي يعني زول بيشيل منك وما بيجيب لك، يعني بيتغش في حاجة كده بسيطة بتسويه، يعني شنو من هنا بسامحه هو يسامحني أي زول. لكن في ناس مسمينها دي اسم غريب، بيقول لك حنكته، يعني حنكناه، كلمة دارجية احنا ما معلش عندنا ما هي إعلامية، لكن حنكناه الكلمة دي كيف؟ يعني مثلا يقول لك والله حنكت الطيب ده وشلت منه التليفون بمبلغ كده. دي، يعني الكلمة دي احنا ما قاعد نقول الكلمة دي، قاعد نقول يعني كلمة دارجية برضه وزن. شوف شوف الشغل ده هي حلو، أصلا هي سمعت الكلمة دي أيوه وزن وزن يعني بس انت زول ده هي بتتمرحل هي، بس لكن زمانك بيقولوا التجارة شطارة. أيوه وفي وتحت الشطارة دي بتخش كمية من الألاعيب كمان والأساليب الممكن تغش فيها كده ولا كده. في كمان أخطاء ما مقصودة، والصاحب الزول اللي ما قصدي انه ده كمان ما يقدر يسامح ولا ما تعرف كيف، وعشان انت توصل له انك انت ما قاصد الحاجه دي، وفعلا بتكون في حاجات بتكون فايت عليك. صح، انا ما صنعت الجهاز ده صح؟ صح. ما في تليفونات لسه كثيره بتيجي، يعني تكون جديد ترى ما فتحته تلقاه عادي، يعني شاشته مكسوره، فيه تطبيقات ما بيقبل تطبيقات، ما بيقبل شريحه يقرا لك طوارئ، حاجات زي دي، ده بيجي من الشركه، يعني هنا بنشيله وبنرجعه ونرجعه للزول. والمستخدم ده كان فيه حاجة، يعني الواحد يعني نديه فرصة أسبوع. طيب رأيك شنو في الزول اللي بتعلم فيه؟